السلام عليكم مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما. اليوم نناقش في حلقتنا هذه المواضيع ذات أهمية بالغة لدى المشاهد. إعلان الفصل في مستقبل الحوار، والمجلس الأمن يجدد ترحيبه بحكومة الوفاق ويهدد بتسمية من وصفهم بمعرقلي الانتقال السياسي. هيئة الدستور مطالب بإقالة الرئاسة. أعضاء من هيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يطالبون بإقالة رئيس الهيئة والنائب والمقرر. ما هي ملابسات إصدار رغم مرور أكثر من سنة ونصف على تكليفها؟ الدعم السلاحي قرار ينتظر التنفيذ. هل من خطوات عملية ملموسة لاستبدال الدعم السلاحي بالدعم النقدي ومحاولة تفعيلها وتنفيذها بشكل صحيح وسليم حتى تعود على الوطن بالنفع المنشود؟ السلام عليكم مشاهدينا الكرام من جديد، ولمناقشة هذا الموضوع الدعم السلعي عبر الهاتف معنا السيد شرف الدين الرطب، وهو رئيس لجنة متابعة رفع الدعم السلعي والمحروقات بالدعم النقدي. سيد شرف الدين، وقبل هذا نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم. المصير المبهم لقرار رفع الدعم السلعي، وما هي أنواع السلع والمحروقات المشمولة بالدعم وأسعارها بالسوق بعد تنفيذ الدعم النقدي، كانت محاور ناقشتها ورشة عمل نظمتها هيئة الرقابة الإدارية. الورشة ناقش من خلالها المشاركون الإجراءات والضوابط الاقتصادية والأمنية للحد من الآثار السلبية لتنفيذ المشروع على المواطن، وضرورة وجود برنامج إعلامي لتوعية الرأي العام بأهمية رفع الدعم عن هذه السلع وتحديد الجهات المشرفة والمالكة للمشروع وآلية التظلم واستيفاء البيانات. نحن نرى في وزارة الاقتصاد بأن عملية تبني هذا البرنامج لا زالت لم تنضج من الدراسات، لابد أن تؤخذ حقيقة في العديد من الأوجه أو الاتجاهات الاقتصادية، خاصة المتمثلة في أن هل فعلا تبني التغيير أو استبدال الدعم السلعي بالنقدي هل يكون لصالح المواطن أو يكون لصالح جهات أخرى. حقيقة في هذا الاجتماع ساد التخوف يعني من رفع الدعم الآن بحجج يعني وضع الآن البيئة يعني اللي تمر بها بلدنا هذا، من ناحية يعني عدم وجود يعني أجهزة ضبطية لكيفية يعني تكون يعني تحافظ على تغول السوق في حالة رفع الدعم. ضرورة تفعيل لجنة السياسات الاقتصادية وإعطائها فرصة لأن هي تدرس الموضوع دراسة متأنية ودقيقة وفنية باعتبارها هي المختصة في هذا الشأن، حتى احنا ما نرهقوش المواطن من خلال مشاكل اقتصادية قد تطلع من خلال تطبيق هذا البرنامج. تبقى مثل هذه الورشات عند عتبة المبادرة التي لا ترتقي للتنفيذ، فلماذا لم ينفذ قرار الدعم بعد؟ وما هو أثره على معيشة المواطن؟
السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد ولمناقشة هذا الموضوع الدعم السلعي. سوف يكون معي عبر الهاتف السيد شرف الدين الرطب، وهو رئيس مجلس متابعة ورفع الدعم السلعي والمحروقات بالدعم النقدي، وكذلك السيد الدكتور نوري بريون، مصرفجي سابق أو مصرفي سابق وخبير اقتصادي. بداية سيد شرف الدين، هذا القرار الصادر من المؤتمر الوطني العام برفع الدعم واستبداله بالنقد، كيف نطمئن المواطن العادي بشرح مبسط لهذا القرار؟ عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بالأخوة المشاهدين. أولا، هيئة الرقابة الإدارية معنية بمتابعة الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابتها وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2013، وهي سلطة رقابية وليس سلطة تنفيذية. وعند قيام المؤتمر الوطني العام بإصدار القانون الميزانية العامة لسنة 2015، أدرج في المادة 25 أوكل إلى رئاسة الحكومة ومصرف ليبيا المركزي بتنفيذ مشروع استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي. وعند قيام هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة الجهات التنفيذية المعنية بالتنفيذ، تبين لها بعض الملاحظات، وهي أولا مصرف ليبيا المركزي قام بإعداد منظومة لتنفيذ هذا المشروع، مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة لدراسة الآلية تنفيذ مشروع استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، هيئة الرقابة الإدارية قامت بتشكيل لجنة لمتابعة الجهات التنفيذية المعنية بالتنفيذ، ونحن لجنة وليس لنا علاقة بالجانب التنفيذي، احنا جانب رقابة مصاحبة ترشيدية. وفي هذا الخصوص عندما قمنا بمتابعة المصرف ليبيا المركزي، تبين لنا بأن المصرف قام ببعض الإجراءات، منها إعداد منظومة كاملة مركزية للتنفيذ. وعند متابعة مجلس الوزراء تبين لنا كذلك أن مجلس الوزراء شرع في إعداد منظومة من خلال نعم، يبدو أن الخط انقطع مع سيد شرف الدين. الدكتور نوري، هذا القرار، هناك من يقول أن هذا القرار ذات أثار سلبية على المواطن، أنت كخبير اقتصادي ومصرفي قديم، كيف تعلق على مثل هذا قرار؟ نعم، يبدو أن لدينا مشكلة في الاتصالات. هناك القرار، هذا القرار الصادر من المؤتمر الوطني العام. نعم، عاد معنا شرف الدين، أكمل سيد شرف الدين فكرتك. Does not exist. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات. هناك هذا القرار، قرار المؤتمر الوطني العام برفع الدعم واستبداله بالنقد، هناك اتهامات عديدة تقول للمؤتمر الوطني العام بأن هذا لم يكن الوقت المناسب لإصدار مثل هذه قرارات، لابد من، كذلك الخبراء الاستراتيجيين أو الخبراء في الاقتصاد يقولون أن لابد من خطوات تدريجية حتى يتم تطبيق وتنفيذ هذا القرار. نعم، عاد معنا سيد شرف الدين. السيد شرف الدين تفضل. نكمل ما وصلنا إليه. عند مراجعة رئاسة الوزراء تبين أن رئاسة الوزراء قامت بتشكيل لجنة وضمت هذه اللجنة عضوين أو ثلاث من مصرف ليبيا المركزي للإعداد منظومة للتنفيذ. وعندما تمت متابعة وزارة الاقتصاد، تبين لنا أن وزارة الاقتصاد لها ملاحظاتها ولها آراؤها في خصوص التنفيذ في هذه المرحلة. مصلحة الأحوال المدنية كذلك لها عدة ملاحظات على أعداد الليبيين والمنظومة وبعض الفئات المعنية بالتنفيذ، وبعض الفئات، هناك بعض الفئات عندها على ملاحظات. فرأينا أن يتم عقد اجتماع من جميع هذه الجهات بما فيها نائب رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني ومصرف ليبيا المركزي ورئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة ووزارة الاقتصاد ومصلحة الأحوال المدنية، لطرح كل ما له ملاحظات بخصوص هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات اقتصادية، دراسات نقدية، دراسات أمنية، دراسات السوق،
دراسات للنخب الموجود حاليا ومدى توفر السيولة اللازمة لتغطية هذه المصاريف. فاليوم أخذنا اجتماع وأبدأ كل جهة أبدت ملاحظاتها على خصوص هذا الموضوع، ونحن يعني نتابع في الإجراءات التنفيذية خطوة بخطوة باعتبارنا جهة رقابية تتابع الآن رقابة مصاحبة ترشيدية. يعني كل ما نلقوا ملاحظات بخصوص التنفيذ نعدوا فيها مراسلات ونخاطبوا بها الجهة بحيث أنها يتعالج الملاحظات وتكون يعني لأن الموضوع يعني مهم جدا وموضوع يحتاج إلى تروي ويحتاج إلى دراسة أكثر. السرعة في التنفيذ ما مش لصالح المواطن وفي نفس الوقت مش لصالح الحكومة ومش لصالح يعني الدولة ككل، لأن المواضيع مثل هذه يجب التأني فيها دراسة اقتصادية، دراسة نقدية، دراسة السوق، دراسة أمنية، دراسة مدى توفر المصارف التجارية ومدى التزامها بالمنظومات. يعني هذه الخطوات احنا هذه رأينا انها ضروري نطرحها ونناقشها عندما نبدأ في التنفيذ. يعني الملاحظات البسيطة يمكن معالجتها عند التنفيذ، ولكن ملاحظات كبيرة لا نستطيع معالجتها عند التنفيذ تصبح سلطة تنفيذية في إرباك، وهنا تبدأ يتغير. سيد شرف الدين، سيد شرف الدين، كيف يمكن لك أن تشرح لنا أن هذا القرار ليس من مصلحة المواطن وليس من مصلحة الحكومة في خصوصا في هذه المرحلة؟ للمرحلة الحالية اللي تمر في زيادة الأسعار للنقد الأجنبي، زيادة أسعار السوق يعني المواد الغذائية، أنت بتحدد هنا قيمة للمواطن، والمواطن هل القيمة هذه هل في خدمة في ارتفاع الأسعار أم لا؟ فأنا مش يعني اللي قلته مش إن مش لصالح الحكومة مش لصالح المواطن في الوقت الحالي، يعني لو ما درسناش كويس هيكون مش لصالحه، يعني هذا اللي نقصده يعني. إذا أنت تقصد أن القرار هذا لم يدرس بشكل جيد وكان توقيته بهذا الشكل وبهذا السرعة سوف يكون ذات نتائج خطيرة؟ لا 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 لا، أنا اللي نقصد القرار صائب، لكن تنفيذه يحتاج إلى تروي، يحتاج إلى دراسة، يعني تكون جميع الجهات التنفيذية والمعنية بهذا التنفيذ، يعني منها وزارة الاقتصاد، صندوق موازنة الأسعار، مؤسسة الوطنية للنفط، مصرف ليبيا، ضروري يخدموا تحت مظلة واحدة، لأن القرار صائب لكن دراسة وآلية تنفيذها هذه هي اللي بتحدد نجاحها من عدم نجاح. هذا اللي نقصده يعني. نعم، أنتقل بسؤال إلى الدكتور نوري بريون. الدكتور نوري، قرار المؤتمر الوطني العام برفع الدعم والاستبدال النقدي، هل هو قرار صحيح وذات توقيت مناسب؟ نعم سيد نوري، هل أنت في الاستماع؟ لا شك أن هذا القرار سليم ويجب تنفيذه، لأن من زمان إحنا الاقتصاديين أنا نقول في صالح المواطن وفي صالح الدولة أن الدعم يضاف إلى الدخل كدخل زائد، وفي هذه الحالة أننا يجب النفذ، ولكن للأسف أن التنفيذ للأسف ما هوش يعني سليم، فطبعا تحدث مشاكل، والرجل هذا اللي يتكلم الآن هو خايف من ناس كثيرين حتى فنيين يتخوفوا من عدم التنفيذ، لأن كثير من رأس الدولة سوى حاليا احنا سنتين ما نستفيدش بالدعم، سنتين وين الدعم؟ الدعم قاعد في النفط بالشباب اللي قاعد يلعبوا في الشوارع، شو يقول لي وين الدعم؟ ولكن لما يضاف إلى الراتب يبقى كل واحد يستطيع يمشي يشري الحاجة اللي هي تزيد من منفعته، اللي منفعتها أكثر ليه، واحد يبي كشتي ياخذ كشتي ديما، واحد يبي مكرونه ياخذ مكرونه، مش تجي تحدد له تاخذ مكرونه كذا وتاخذ كشتي كذا وتاخذ كبسيف عليه كأنه حيوان تعلم فيه، لا اعطيه الدخل وهو يتصرف. وبعدين انت اول حاجه تربحها الحكومه قلت الدعم قاعد يمشي للخارج، والدراسات راهي موجوده من قبل الثوره، يعني احنا من تقريبا من 2008 واحنا بادين ندرس ونناقش الموضوع. نعم دكتور نوري. دكتور نوري، سيد شرف الدين،
نعم سيد الدكتور نوري السيد شرف الدين وهو رجل وهو رئيس لجنة متابعة الرعف الدعم السلعي والمحروقات قال احتاج هذا القرار إلى دراسة اقتصادية ودراسة أمنية، وأحيانا يكون هذا القرار مضر بمصلحة المواطن في الوقت الحالي. لا لا، هذا تلفيق المواطن. المواطن راجع وعيه، اعطوه فلوس خليه يشري بروحه، ما ظلاش تقول هذا مش مدروس. لا مدروس، ومن غير دراسة الاقتصادي، من غير دراسة زيد لي دخلي، ما زيد ما تدعمليش السعر، زيد دخلي انا نتصرف بروحي، هذا الاقتصادي يقول لك. لكن الثاني هذا الدعم هذا مؤقت، ما تجيبوا لي يبدا مزمن. اليوم عندنا 40 سنة واحنا الدعم اكثر من 40 سنة، الدعم عندنا من بداية الاستقلال من 50 عام لا نافع. مازال الاقتصاد الليبي بعد ما عنده دخل كبير والنفط موجود مازال يبي حتى يحد ينعمى، واحنا ما درناش حتى تنويع الاقتصاد الليبي، قاعدين معتمدين على النفط فقط. بلاش الخوف، اعطيني وخليني نقول اكثر. ليش تخاف الدولة؟ انت عندك الان مازال في ناس باخذ في دخل 1500، هذا 1500 أنا في رأيي الحد الأعلى اللي يكفي كل شيء. أعطيه الفئة هذه، الفئة الثانية تدبر نفسها. أنت اليوم أكثرية الناس اللي دخولها أقل من 1500، الأكثرية في 500 قاعدين وعندها خمس عيال، لما تعطيه توا 250 زايدات، هذا وين اللي يشري؟ حتى الغلي حتى زاد توا، توا مش 75 قرش الكيلو دقيق، لو زاد دينار ونص ما تعترف فيه. قداش يصرف دقيق كل يوم؟ بلاش حكايه الدراسات وحكايه كذا، نرفض. وبعدين كان في بعض اللي يطلع ويقول لك انا مازال زيزه احتاج زيزه. نعم سيد شرف الدين، قرار المؤتمر الوطني العام بتحويل الدعم السلعي إلى نقدي، ما هي الآليات التي سوف يتم اتخاذها لحتى تسير العملية بشكل صحيح وسليم؟ السلام عليكم. نبي نعقب، يعني هو ليس قرار ولكنه قانون الميزانية لسنة 2015، قانون الميزانية العامة للدولة تم اعتماده من قبل المؤتمر الوطني العام. بالنسبة بنعقب على الكلام الدكتور تروين، بالنسبة للدعم السلعي ما في شيء مشكلة، فعلا عنده حق، هو الدقيق بس هو اللي مدعوم حاليا، ولكن الإشكال اللي بيصير عند التنفيذ. ألو نعم أنت في الاستماع، تفضل سيد أشرف أنت في الاستماع تفضل. الإشكال في المحروقات يعني تحتاج إلى دراسة. نعم يعني وإحنا كهيئة رقابة إدارية ليس سلطة تنفيذية، نحن سلطة رقابية، يعني الجهات المعنية بالتنفيذ هي اللي تقرر وتعرض الدراسة. نحن ندرس ما تقرره السلطة التنفيذية، إذا رأينا بعض الملاحظات فما نرسل مراسلات ونخاطب الجهات. نعم يبدو أن الخط انقطع مع الدكتور أو السيد شرف الدين. الدكتور نوري، هذا القرار له إيجابيات متوقعة، ما هي هذه الإيجابيات؟ نعم يبدو أن هناك مشكلة في الهاتف. مشاهدي الكرام فاصل ونواصل، فابقوا معنا. المصير المبهم لقرار رفع المصير المبهم لقرار
تحرر 17 فبراير لأن دم الشهداء سوف يحميها. لن نستسلم، ننتصر أو نموت. ليبيا دون هدف، ليبيا دون رجال، ليبيا دونها تاريخ ومجد. أنا أقول لك بكل صراحة وكل ثقة، لن نخسرها بالطبع، لن نخسرها أبدا. بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. جيش ولاؤه لله ثم للوطن. نعم لبناء جيش بعيد عن التجاذبات السياسية. يحمي الوطن والمواطن. قلب ليبيا هو اللي في قلب هذه الهيئة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقتنا. نأسف للخلل الذي حدث عبر الهاتف للتواصل مع ضيوفنا، وكذلك حاولنا الاتصال بالعديد من الضيوف ولكن أبوا الحضور إلى الاستوديو. الآن سوف نناقش في الجزء الثاني من حلقتنا البيان الذي أصدره أعضاء من هيئة صياغة الدستور، ولمناقشة هذا الموضوع سوف يكون معي في الاستوديو دكتور سالم كشلاف عضو هيئة صياغة الدستور، وكذلك عبر الهاتف السيد الدكتور محمد الصالي وهو كذلك عضو هيئة صياغة الدستور، وكذلك السيد محمد لاغا عضو هيئة صياغة الدستور. وقبل أن نشرع في المناقشة والحوار نذهب وننتقل إلى هذا التقرير.
تقدم عدد من أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور ببيان صدر بمدينة البيضاء بتاريخ 3 نوفمبر، طلبوا فيه علي الترهوني بتقديم استقالته من رئاسة هيئة الدستور بسبب ما وصفوه بأداء رئاسة الهيئة الذي لم يكن ملبيا لطموحات أبناء الوطن وأعضاء الهيئة. واتهم الأعضاء في بيانهم رئاسة الهيئة بالفشل في أداء شهونها وإنتاجها لسياسة الإغماض والغموض في كل سياساتها، سواء كانت إدارية أو مالية أو فنية، وهو ما خلق تباعدا بين رئاسة الهيئة وأعضائها، حيث وصف البيان إدارة الهيئة بتهميش جميع الأعضاء واختزال إرادتهم وفقا لما يتماشى مع رغبات الرئاسة ونزعة الانفراد بالسلطة لديها، واعتبار كل إمكانيات الهيئة ملكا لرئاستها تمن به على من تشاء وتحرم منه من أرادت كسر إرادته، وصولا إلى لي ذراعه لإرغامه على الامتثال، وذلك حسب وصف البيان. وهو الأمر الذي خلق حالة إرباك داخل الهيئة، خصوصا مع اتهام إدارة الهيئة بانتهاج سياسة الهبات والمزايا للبعض دون الآخرين، كل ذلك بدون تقديم تقارير مالية دورية مفصلة. كما طلبوا في بيانهم بتشكيل لجنة للتحقيق حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة وما تناولته وسائل الأعلام فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية. وقد دعا الموقعون باقي زملائهم لتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي الذي اختارهم والانضمام إلى هذه المطالبات المشروعة حتى تتمكن الهيئة من تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، حيث أكدوا أن رئاسة الهيئة الحالية لم ترسم برنامج عمل رصين يمكن من خلاله الوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع الدستور، وأن المدة التي مارست فيها الهيئة مهامها فيما يقارب السنة والنصف أثبتت فشل رئاسة الهيئة في إدارة شؤونها، حيث أن مسودة الدستور النهائية كان من المفترض أن تقدم خلال 4 أشهر من بدء عملها، ولم تنجح رئاسة الهيئة في إنجازها حتى الآن بعد أكثر من سنة ونصف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ورحب بالاستوديو في الاستوديو الدكتور سالم كشليف. الدكتور سالم، هذا القرار أو هذا البيان الذي أصدره أعضاء الهيئة، ما هي الأسباب الحقيقية التي دعت إلى مثل هذا إصدار هذا البيان؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه الاستضافة وعلى إثارة ربما هذا الموضوع. ربما حتى يعلم المشاهد حيثيات هذا الموضوع، هذا البيان صدر في جلسة غير رسمية للهيئة. في المدة الماضية دعت رئاسة الهيئة عبر الإيميلات، هي وسيلة التواصل يعني المتعارف عليها والمعهودة مع عند الدعوة إلى أي انعقاد جلسة، على أن تعقد جلسة يوم السبت الفات لبدأ في عملية التداول والتصويت. كان هناك ربما بعض وجهات النظر الأخرى التي ترى بأنه يجب وضع بعض الاشتراطات والضمانات حتى تنعقد هذه الجلسة، وبالتالي قطعها كثير من الأعضاء. ربما نجتمع فقط في هذه الجلسة هم يعني لا تجاوزون 15 عضوا. فوجئنا بعد ذلك، أنا شخصيا لم أعلم بهذا الأمر إلا عبر وسائل الإعلام، بأن مجموعة من الأعضاء عددهم 9 أعضاء أصدروا بيان بالمطالبة يعني بيان مسبب للمطالبة بإقالة رئاسة الهيئة وذكر أسباب هذا الطلب. أعتقد أن فيما يتعلق بهذا الأمر، هذا الأمر أصبح متأخر جدا. طرحت فيما سبق العديد من المبادرات إلى فيما يتعلق بتغيير مكتب الرئاسة أو رئاسة الهيئة، وللأسف الشديد كان الكثير من الأعضاء ومن ضمنهم الأعضاء الموقعين حاليا يعني لا يلبون هذا الطلب، وربما تغيرت الأفكار وربما تغيرت التوجهات، وهو ما حدا بالبعض إلى إصدار بيان في هذا التوقيت بالذات. هو لم يتم التشاور فيه مع الكثير من الأعضاء وصدر في جلسة غير رسمية، بالتالي هو يطرح التساؤل لماذا هذا التوقيت بالذات على الرغم من المطالبات العديدة خلال سنة ونصف لتغيير مكتب الرئاسة. وربما هناك كانت محاولات، كان في محاولة في شهر فبراير الماضي في يوم 2 فبراير من عام 2014 لحجب الثقة عن مكتب الرئاسة، ولم يتحصل على النصاب الكافي، لأن الحاجة إلى حسب اللائحة الداخلية لتغيير مكتب الرئاسة يحتاج الأمر إلى 2+1 من الأعضاء، وهذا لم يتوفر. لم يتوفر، بالعكس كان هناك 14 عضوا من 56 عضو هم من صوتوا
بسحب الثقة من مكتب الرئاسة، من ضمن أعضاء حاليين ممن وقعوا على هذا البيان، وهو ما يثير التساؤل، ما هو الجديد الذي جد في هذا الأمر؟ بعض من هؤلاء الأعضاء كان مستميت في الدفاع عن مكتب الرئاسة في الفترة الماضية، مكتب الرئاسة في أدائها ربما، وأحدد بالتحديد السيد علي الترهوني كان متخبط في أدائه. أنت الآن تشير إلى أن هناك عدد من الأعضاء كان مدافعه بشدة وبقوة عن رئاسة الهيئة، وبالعكس هناك المعلومات التي وردت أن الأعضاء الذين قدموا هذا البيان يتململون ويقولون أن الوضع المادي لهم سيء جدا، يعني الأمر ممكن يتعلق بالجانب المادي. لا 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 لا, لا أعتقد، لا أعتقد، أنا لم أقرأ نص البيان بالحرف يعني، وإن كانت هذه أحد الأسباب أعتقد أنه هو سبب يعني غير واقعي، هي أسباب أعتقد أن في هذا. هنا ما سر التغير المفاجئ الذي حدث لهذا الأعضاء على قولك أنت أنه كانوا يدافعونها بشدة ثم الآن هذا يسأل فيه هؤلاء الأعضاء؟ يعني نحن استغربنا في هذه المرحلة بالذات أن يتم المطالبة بهذا الأمر. أنا لا أقول كل الأعضاء للأمانة يعني، لكن كانت هناك حاجة ملحة وكأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية، وبالتالي الأمر عندما يخرج عن حدودها الموضوعية ربما لا يلتفت إليه الكثير، ولذلك تجد بأن 9 أعضاء فقط من وقعوا على هذا البيان ولم يلتفت إليه كثير من الأعضاء، لأنه عندما كانت هناك أسباب موضوعية، وربما تكون هذه أسباب موضوعية قائمة حتى هذه اللحظة، لكن عندما كانت الحاجة ملحة إلى تغيير مكتب الرئاسة فعلا وإيجاد استراتيجية واضحة لعامل الهيئة لم يلتفت إليها بعض أعضاء الموقعين على هذا البيان، وهو ما جعل هناك علامات استفهام من كثير من الأعضاء وأحجم عن التوقيع على هذا البيان. هل هذا البيان هو ظاهرة صحية لدى أعضاء هيئة صياغة الدستور؟ ماذا؟ أعتقد أنه جاء بعد فوات الأوان من وجهة نظري الشخصية. كانت هناك مطالبات فيما سبق، أنا كنت على هذا الأمر، أنا شخصيا في يوم 2 فبراير كنت في أعاني من وعكة صحية خارج البلاد، ومع ذلك أرسلت يعني أتمكن من التصويت، أرسلت رسالة عممت على جميع الأعضاء بأنني أضم صوتي بحجب الثقة على مكتب الرئاسة على الرغم من عدم تمكني، وعبرت باللفظ أضم صوتي إلى الأقلية التي صوتت ضد مكتب ضد أو مع حجب الثقة على مكتب الرئاسة، ومع ذلك نتفاجأ بأعضاء كانوا مستميتين للأسف يعني على علاقات جيدة جدا وممتازة مع السيد رئيس الهيئة، والآن حاليا نراهم ينقلبون على أعقابهم، وهذا ما يثير التساؤل حول هذا الموضوع. نعم، انتقل بسؤال إلى السيد محمد لغا وهو عضو هيئة صياغة الدستور. سيد محمد، لماذا هذا البيان بينما قال الدكتور سالم كشلاف بأنه متأخر جدا جدا؟ سيد محمد، هل أنت في الاستماع؟ نعم. الطلب هذا بعد الطلب بعد مرور عام كامل أو عام ونصف على عمل الهيئة التأسيسية، هناك قصور عام مشهود لدى الهيئة، أنت كيف تمكن أن تقرأ أو كيف تقارن ما بين القصور العام المشهود للهيئة وهذا التوقيت بالذات؟ دعنا نتكلم بموضوعية وبإنصاف. مكتب الرئاسة أو سيد رئيس الهيئة هو أحد الأسباب، للأمانة ليس كل الأسباب فيما يتعلق بإعاقة العملية الدستورية، بقصد أو بدون قصد أنا لا أعلم النوايا، لكن كانت هناك في إعاقة لعمل الهيئة، ربما لعدم الخبرة، ربما لتسارع الأحداث، لكن الذي أعلمه جيدا بأن مكتب الرئاسة كان من ضمن الأسباب الرئيسية في هذا في هذا في هذه العقبة. هناك اتهامات توجه للسيد علي الترهوني بأنه يهيمن ويسيطر على الهيئة، وأنه هناك لوبيات وهناك شبكات نفوذ في الهيئة تؤدي إلى عدم سير الهيئة بشكلها الصحيح، وأنتم تلامون. هناك من يقول أن أعضاء الهيئة ساكتون إلى الآن ولا يحركون ساكنا، وبينما الهيئة بينما مفروض أن تنهي الدستور في 4 شهور. هو عملية الإنجاز الدستور في 14 هذه عملية أخرى، أنت تكتب في الدستور في مرحلة، لا أبرر هذا الأمر، لكن هو من ناحية واقعية كتابة الدستور في مرحلة حرب، مرحلة يعني عملية صعبة جدا، أنت تجد الاصطفاف السياسي، تجد الاستقطاب، تجد التمترس وراء المطالب، ومع هذا كله أنت من 60 عضو أو من 60 صوت عندك فيهم 56
تحتاج إلى 41 صوت لتمرير أي مادة دستورية. هل هذه المبررات التي صرتها هي مقنعة لتأخير وإخراج الدستور؟ أكيد أكيد. أنا أعطيك أحد الأمثلة، يعني في عند التداول على موضوع يتعلق بموضوع ربما عام لا يتعلق بمسائل سياسية حساسة أو مسائل مفصلية في الدستور، يتعلق بالهيئة الدستورية المستقلة، يعني لجلسات ولا جلسات لم نتمكن من إنجاز أي مادة دستورية. أنت تحتاج فقط إلى 4 أو 5 أو 6 أو 7 أعضاء فقط يعرقلون تصويت على أي مادة. نعم صوفك مع الدكتور سالم. سوف أنتقل بالسؤال إلى الدكتور محمد الصاري. الدكتور محمد، أنتم تأخرتم كثيرا في إصدار هذا البيان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية ليكم ومشاهدين وزميلنا السيد سالم سلاح. أولا حقيقة ربما تأخر بعض أعضاء الهيئة عن هذا، ولكن والحمد لله كل شيء موثق وموجود. أنا تحدثت من شهر 10/2014، أي قبل سنة وثلاثة وأربع شهور، أكثر سنة ونص، يعني تكلمت على ضرورة تصحيح مسار الهيئة، والتسجيلات موجودة في قناة النبأ وفي التناصح وغيرها من القنوات. للأسف يعني كما ذكر السيد سالم كشلاف أن بعض أعضاء الهيئة الذين يعني يطالبون الآن، هذا صحيح أن بعض أعضاء الهيئة الذين يطالبون بحجب الثقة عن رئاسة الهيئة هم من اختاروا هذه الرئاسة وصوتوا خاصة لرئيس الهيئة، وهم من جددوا له الثقة لأكثر من مرة، وبعضهم تغيب الأعضاء، هذا صحيح. لكن أنا في رسائل رسمية موجودة في داخل الهيئة انتقدتها وطالبت بحجب الثقة في رسائل موجودة، آخرها في رسالة 15/6/2015. سيد دكتور محمد، لكن سيد دكتور لكن محمد نعم، نعم هل تسمعوني دكتور محمد؟ أنتم تسعة، أنتم تسعة من أعضاء الهيئة، وأغلبية الأعضاء راضيين عن الأداء العام للهيئة وكذلك رئاسة الهيئة، إذن أنتم قلة قليلة لا تمثل ولا تعبر تعبير حقيقي عن مجمل أعضاء الهيئة. لا خليني نقول لك عليه حاجة، هو طبعا أعضاء الهيئة التأسيسية طبعا بعضهم يعني خليني يعني في النهاية حتى لا ربما سألقي بالسهام هنا وهناك، يعني بعض أعضاء الهيئة عندما تأتي في حديث بينك وبيني أقول مفروض نحول ونحجب الثقة، وعندما تأتي للواقع لا, لا, لا يمكن أن يصوت ولا يمكن حتى أن يضع اسمه، فهذه أنا ما حقيقة لم أجد لها تفسيرا، يعني يقول لك يعني نحن قلوبنا معكم ولكن سيوفنا ليست معكم، فهذه مشكلة. الآن أنا حتى حقيقة بعض الزملاء الذين يعني كانوا يعني ممتعضين وكانوا غير راضين على أداء الهيئة لم ينضموا لهذا البيان بمطالبة مكتب الهيئة بالاستقالة، ربما لأسباب لا أعرفها، يعني بعضهم يقول ما هو البديل، يعني وكأن إذا كان قلنا هذا البديل ما عادش في بعد إلا رئيس الهيئة، هذا هو الشخص الوحيد اللي القادر على إدارة الهيئة. لكن في نفس الوقت أنا لا يعني حتى لا أكون متطرفا في رأيي، أنا لا أقول فقط أن رئاسة مكتب رئاسة الهيئة هو من تسبب يعني في مشاكل في بسبب إنجاز العملية الدستورية، لكن هناك أيضا بعض الأعضاء وكما ذكر السيد سالم هناك من يتمترس خلف آراء، وفي نفس الوقت يمطرنا بالرسائل التي تتحدث عن الوطنية وعن ضرورة إنجاز الدستور وما إلى ذلك، وهو يريد يعني حتى الخبراء الذين التقينا بهم في تونس من أمريكا ومن بريطانيا ومن ألمانيا ومن جنوب أفريقيا كلهم قالوا لهم أنتم مخطئون، ومع ذلك يتمترسون خلف آرائهم وثم يمطروننا برسائل داخلية يتحدثون عن الوطنية وما إلى ذلك. نعم. وضحت. وضحت الفكرة سيد محمد، وضحت الفكرة. نعم وضحت. أنتقل بسؤال إلى سيد محمد لاغا. سيد محمد، أنتم أشرتم في هذا البيان بأصابع الاتهام إلى رئيس الهيئة السيد الدكتور علي الترهوني، لماذا هذا التأخير ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟ ابتداء السيد الكريم تحية لك وللزملاء الكرام وكذلك المشاهدين. ابتداء أنا أحد الموقعين على البيان وحضرت الاجتماع في مدينة البيضاء الأسبوع الماضي، لكن لابد هناك حيثيات وهناك أمور يجب توضيحها للمشاهد الكرام ولكم يا أخي.
ابتداء أقول يجب أن نقسم الأسباب لتأخير الدستور إلى أسباب إجرائية وشخصية تتعلق بمكتب الرئاسة، وأخرى موضوعية تتعلق بالمناخ العام أو السائد في ليبيا عموما. ولهذا إذا ما أتينا إلى الأسباب الأولى، أنا في بداية في بعد خروج المسودة أو ما سميت بالمقترحات في 24 ديسمبر على أثرها وعلى أثر كذلك حادثة حصلت في داخل الهيئة، علقت العضوية لمدة حوالي شهر وأسبوع، واشترطت ولا يمكن لزملائي الذين نادوني بالرجوع لن أرجع إلا بعد خروجي لوسائل الإعلام، وهذا الحمد لله مثبت ومسجل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للهيئة وموقفي من السيد علي الترهوني بالذات رئيس الهيئة، أن الكلام هذا قلت له إياه في وجهه، ولا يمكن أنك تستطيع أن تدير الهيئة وإخراج مسودة للدستور. هذا حوالي من عام ماضي، من عام فات. وبعدين حاجة أخرى أقول للزملاء اللي معك ربما في الهاتف أو معك في الاستديو سالم زميلي وأخي وصديقي سالم كشلاب، بالله لما يخرج رئيس الهيئة عندما حاول بعض الأعضاء نزع الثقة من الدكتور علي الترهوني أو مكتب الرئاسة عموما، ويتصدر مشهد علي الترهوني ويخرج ورقة بها 17 العضو ويقال ل 17 شخص ولا يمكن أن تسحب مني الثقة لأنكم 17 شخص أو 17 شخصا لقد بمعنى أنكم دافع يعني بمعنى كأني دافع ثمن وجودي في مكتب الرئاسة. بالله هل 60 شخص من 6 مليون هذا الشرف اللي أعطانا إياه الليبيين يخرج رئيس الهيئة بورقة فيها 17 شخص ويقول ها يعني بما معناه أن دافع ثمن وجودي؟ هذا لابد يحتاج لجنة للتحقق من هذا الكلام. أنت تؤسس لبلد وبلد مليئة بالأشلاء ومليئة بالمفقودين ومليئة بالمبتورين ومليئة بالمهجرين. هذا يا أخي دستور ابقى معنا، ابقى معنا دكتور محمد، ابقى معنا. هذا الكلام خطير جدا وهذه الحقائق لأول مرة تسمع. الدكتور علي الترهوني يقول أنا دفع بقائي هنا. أين أنتم كأعضاء هيئة صيغة الدستور من هذا الكلام وهذه المواقف؟ أنا خليني في البداية يعني أنوه على كلمة تفضلت بها، أنت قلت 9 أشخاص، إذن هادو الرافضين فقط، فالباقيين وين يعني؟ أنا أكد لك على مدار ربما يعرف أستاذ محمد لاغا ولا أستاذ محمد صاري، نحن ليس في مجال المبارزة وإظهار يعني المواقف وإثبات المواقف، يعني كل شخص أنا لم أتغيب أي جلسة إلا بعذر، وهي فترة مرحلة العلاج التي كنت بها بالخارج أترى وعكة صحية مرت بها. عندما أثير هذا الموضوع حجب الثقة أنا سلفت القول بأني لم أكن موجودا عندما قيل هذا الأمر، عندما عرض السيد رئيس الهيئة بأن هناك 17 عضوا قد ارتكبوا مخالفات أو ما إلى ذلك، وبالتالي ربما هو بصدد الكلام عن هذا الموضوع، أنا لا أدري. لكن هذا الموضوع أثير أكثر من مرة، وطلبنا بأكثر من مرة بنظر في موضوع مكتب الرئاسة. الكلام في الإعلام شيء أخي الكريم، والكلام داخل قبة الهيئة شيء آخر. عندما مثل ما تفضل أستاذ محمد الصاري، عندما تأتي لتصحح الوضع بغض النظر عن اختلفنا والتفقنا مع مكتب الرئاسة، لتصحيح الوضع أو لتغيير مكتب الرئاسة، تجد جميع الأعضاء يوافقونك الرأي وأنه فعلا هناك حاجة للتغيير. عندما تشرع في مباشرة إجراءات فعلية لهذا الأمر لا تجد إلا 5 أو 6 أشخاص فقط، أين الباقي؟ وهذا هذا ما يؤكد ما سلفت القول به، أن من يعرض الآن، لماذا هذا الوقت بالذات، لماذا وعدم وجود جلسة رسمية للهيئة ينعقد 9 أشخاص ويصدرون فيها هذا البيان؟ أنا لا أعلم النوايا، لكن أريد وأن أقول بأن الأمر إذا كانت هناك رغبة حقيقية للتغيير فيجب أن تكون فعليا داخل الهيئة وفي قبة الهيئة، وأن يتحصل الأعضاء على 41 صوت لتغيير مكتب الرئاسة إن كانوا غير قادرين عليه. أما إخراج بيان من المعلوم والمعروف بأنه لا يقدم ولا يؤخر، ولكنه الغرض منه إثارة ضجة إعلامية وإظهار البعض للأسف يعني للأسف في مظهر بطولي، وأننا نحن من بادرنا لتغيير مكتب الرئاسة، فهذا كلام غير واقعي. لأن زي ما قلت لك هناك من الأعضاء يا سيدي الكريم، من كان موجود لو سمحت لي، من كان موجود في جلسة سحب الثقة
وعند شروع في التصويت على حجب الطاقة خرج من الجلسة، وهو من حاليا من وقع على هذه إذا كانت لديك الرغبة الحقيقية لسحب الطاقة، لماذا لم تحضر الجلسة وتبرز أوراقك وتصوت بلا مع ضد حجب الطاقة؟ أنت حاليا تبرز في مواقف ربما سياسية، ربما مواقف إعلامية، وهذا مفصل أساسي في الموضوع. لماذا هذا الوقت بالذات، ولماذا الآن، ولماذا في غيبة الأعضاء؟ أنت تعلم بأنه لن يكون هناك أي إجراء قانوني في هذا الأمر، فهو لن يعدو جعجعة وصوت عالي وإصدار ضجيج دون أن ترى طحينا. نعم سيد محمد، علىك سمعت كلام الدكتور سالم، لماذا هذا الوقت بالذات وهذه بطولة إعلامية أو تسجيل لبعض المواقف السياسية، كيف يمكن أن ترد؟ أنا بالنسبة لي طبعا يا سيد الكريم، أول خطأ شاهدته في إدارة الهيئة عندما أتى الرئيس بداية الاجتماعات، أنا أتيت طبعا في اجتماعات متأخرة لأني أتيت بانتخابات تكميلية للهيئة التأسيسية، وطرح قال أنا أسمع هذه الأيام بعض الأعضاء يتكلمون على مكتب الرئاسة، ولهذا من يريد أن يجدد الثقة لرئيس الهيئة يرفع يده. 90% من أعضاء الهيئة رفع أيديهم مجددين الثقة لرئيس الهيئة، وأنا كان لرئيس الهيئة على في اتجاهي مباشرة ولم أرفع يدي إلا 4 أو 5 أشخاص، والحمد لله هذا كله مسجل موجود. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عندما تقول طبعا أنا هم الكل يعرف شيئين في محمد لغا، أنه هو غير راضي عن الهيئة بتاتا، لا مهادنة ولا مجاملة وشيء من هذا القبيل. والشيء الآخر متأكد بوجود رئاسة الهيئة الحالية استحالة يخرج مشروع دستور. الشيء الآخر اللي لازم تعرفه يا سيد الكريم، احنا عندما تنادينا في مدينة البيضة حوالي 9 أشخاص، لا يعني أن 9 أشخاص فقط هم الذين يريدون، على فكرة تصحيح، المناشدة باستقالة وليست إقالة، هذه من ناحية. المهم الذين اجتمعوا في مدينة البيضة وتنادوا بوجودهم هناك لا يعني أنهم فقط الذين يرغبون أو يناشدون الرئيس بالاستقالة، لسبب بسيط، لأن أول حاجة معظم الأعضاء أنهم كانوا خارج البيضة مثل الأستاذ سالم وغير الكثيرين. وتوضيح الشيء الآخر بالنسبة للأشخاص ربما الذين أتوا متأخرا وقالوا مثلا أن نحن نريد أن نطالب الرئاسة بالاستقالة، ربما اتضحت عندهم أمور كثيرة، هذه علوم إنسانية بالنسبة لي أنا، اتضحت لي من أول جلسة أو ثاني جلسة، شخص آخر تلقاه ممكن بعد 4 شهور، شخص آخر بعد سنة، هذا أمر طبيعي. بالله في نقطة لكن جوهرية لابد تعرفها يا سيد الكريم، لأن الوضع على المحك، وهي ربما بعض الأشخاص ماذا اتضح لهم بعد خروج المسودة لجنة العمل، في بعض الأسباب أصبحت من ناحية علمية وسياسية ولا تتعارض مع رئيس الهيئة مباشرة، ومنها المادة 11 ولو أنها كانت مقترحات يعني موجودة. وضحت الفكرة دكتور محمد. لحظة. لا لم تضح الفكرة، عفوا لو سمحت. ليس لدي كثير من الوقت، باختصار شديد لو سمحت، باختصار شديد لو سمحت. حاليا المادة 11 حاليا تتعارض مع رئيس الهيئة مباشرة، ولهذا كفيلة هذه المادة بأن توضح لبعض الأشخاص ولا يمكن معها خروج الدستور. ألو؟ نعم أنت معنا. ومن ناحية أخرى بعض من مواد أخرى كذلك تتعلق أو تصطدم مباشرة مع كثير من الشخصيات العامة في الدولة الليبية، ولهذه الأسباب ربما ارتعى الذين أتوا متأخرا وطالبوا باستقالة في للأسف دكتور محمد، للأسف سيد محمد متأخرا، لكن الحمد لله للأسف سيد محمد ليس لدي كثير من الوقت. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أنتقل بالسؤال إلى الدكتور محمد الصاري، هناك تساؤلات تقول بأن لماذا هذا التوقيت بالذات، لماذا إصدار هذا البيان في هذا التوقيت بالذات، ويتهمكم البعض بأنكم تسجلون بعض المواقف السياسية. لا، بالنسبة إذا كانوا في بعض الأعضاء يسجلوا في مواقف سياسية هذا ربما يسألوا عليها، لكن بالنسبة لي أنا الحقيقة ما سجلش مواقف سياسية، لأن الرسائل متاعي موجودة واللقاءات متاعي لها أكثر من عام وشوية،
وانتقاداتي في داخل الهيئة وخارج الهيئة مسجلة وموجودة. هذه نقطة. النقطة الثانية، ربما الهيئة الآن لأنها متعطلة ومتوقفة، فربما اعتقد البعض إذا غيرت رئاسة الهيئة وطلبتها بالاستقالة ربما يأتي بحل، ولكن أنا أعرف الآن أن الموضوع أصبح معقد جدا، وحتى باستقالة رئاسة الهيئة ممكن تزيد في تعقيدات أخرى، لأن هي المسألة ليست فقط الآن في رئاسة الهيئة، الآن أصبحت الهيئة متشرتمة، كل متشبث برأيه، المسودة الأخيرة حقيقة مخيبة للأمال، مفخخة، وأنا أطالب أن الليبيين يعني أن هذه المسودة الأخيرة ألا يؤخذ بها، لأنها تكرس لهيمنة أقلية على أغلبية، ستبقى في يعني لا تكرس المواطنة ولكنها تكرس فقط لحكم أقلية للأغلبية، يعني غير صحيح في عمليات توزيع يعني نقاط كثيرة انتقدها حقيقة. نعم، وضحت الفكرة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الصاري على هذه المداخلة. كلمة أخيرة دكتور سالم. كلمة أخيرة، أعتقد بأن فيما يتعلق بإبراز المواقف، أعتقد بأن أنا شخصيا كنت من ضمن الأشخاص الذين لم يكن راضي على مكتب الرئاسة، طالب أكثر من مرة بتغيير مكتب الرئاسة بحجب الثقة، ربما الكثير من الأسباب، أحد الأسباب الرئيسية أنه هو عدم وجود استراتيجية، الاصطفاف، وجود تكتلات لمكتب الرئاسة أو لرئيس الهيئة، ربما في بعض الأمور السياسية. أعتقد بأن إذا كان هذا يراد من هذا البيان أن يكون جدي وفاعل، أن يعرض في أول جلسة للهيئة، وسنرى من سيصوت مع مكتب الرئاسة بقالة مكتب الرئاسة، ومن مع، وأنا أؤكد لك ستجد من لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة يطالب بتغيير مكتب الرئاسة. شكرا لك دكتور. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. موسيقى.
جيش بعيد عن التجاذبات السياسية. نعم لبناء جيش يحمي الوطن والمواطن. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في الجزء الثالث من حلقاتنا. كنا ناقشنا في الجزء الثاني المشاكل وتعثر مسار عمل هيئه صياغه الدستور والبيان الذي اصدره بعض من اعضاء الهيئه منددين ومستنكرين هيمنه وسيطره رئاسه المؤتمر او رئاسه الهيئه عليها. نناقش في هذا الجزء الثالث مسار الحوار و البيان الذي أصدره مجلس الأمن بإصدار عقوبات على معرقلي السلام في ليبيا. سوف يكون معنا في الاستوديو الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام، وكذلك عبر الهاتف السيد عبد الوهاب زويلة عضو مجلس النواب. أهلا وسهلا بضيوفي الكرام. أهلا بك سيد محمد. أهلا بك. مرحبا سيد محمد. لعل البيان الذي أصدره مجلس الأمن أمس في جلسته بأن هناك عقوبات سوف تفرض على معرقلي السلام في ليبيا، من الذي يعرقل في السلام في ليبيا؟ والله هذا يسأل مصدر القرار. هو لعرقل في السلام هو حفتر، هناك لا يريد أن يوقف الحرب. الحرب هنا تقريبا توقفت العمليات العسكرية في المنطقة الغربية وباستثناء بعض العمليات التي يقوم بها أتباع حفتر، وقرر أظني الناطق الرسمي باسم ما يسمى بجيش حفتر بمسؤوليتهم عن العملية الإرهابية التي جرت بإسقاط طائرة هليكوبتر طائرة الإسعاف والتي قضى فيها حوالي 20 عسكريا ومدنيا نحبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجتهم في عليين مع الشهداء. وفي بنغازي ما زالت العمليات وقصف الطائرات والهاوزر والدبابات من جيش حفتر. هذا إذا كان في حد يعرقل في الحوار أو يعرقل السلام هو الذي يصنع الحرب الآن ويريق الدماء. لماذا تم تأجيل جلسة المؤتمر الوطني العام اليوم؟ لا مش اليوم، هي لم ندعى لجلسة. من الذي قرر جلسة اليوم؟ الأيام الماضية كانت هناك جلسة. نعم ناقشنا فيها وأصدرنا فيها عدة قرارات، ومسألة الحوار مسألة ما زال يتداولها الأعضاء وتنضج الآراء بالحوار أيضا. يعني هناك حوار داخلي داخل المؤتمر، هناك حوار وهناك خيارات مطروحة، وربما المؤتمر لم ينضج قرارا يصلح لأن يصدر في صورة قرار. متى الجلسة القادمة سوف تكون؟ والله احنا لم يعد لدينا جدول محدد للجلسات. عندما يعني يطلب الأعضاء أو تقرر الرئاسة أو عندما تكون هناك مجموعة قرارات جاهزة للتصويت من اللجان المؤتمر يدعى المؤتمر للانعقاد وإصدار التصويت على قراراته. معنا عبر الهاتف السيد عبد الوهاب زولية عضو مجلس النواب. سيد عبد الوهاب، لعلك سمعت وقرأت البيان الصادر من مجلس الأمن بإصدار عقوبات على معرقلي السلام في ليبيا،
من يعرقل السلام وأنتم أحد الأطراف المتهمين بعرقلة السلام في ليبيا؟ السلام عليكم، مساء الخير أخي. مساء الخير بضيوف الكرام والسادة المشاهدين. طبعا كان بيان مجلس الأمن صريح وواضح بخصوص معارقل الحوار، أشار لمعارقل الحوار اللي هم الأطراف التي تعنتت ولم تقبل بمسودة الاتفاق الأخيرة، الاتفاق السياسي، ولم تقبل بشكل الحكومة بهذه الصيغة، ومن يحاولون تأجيل عملية السلام في ليبيا لأسباب ومصالح ربما تكون شخصية أو مصالح جهوية أو قبلية. يحاول مجلس الأمن قبل أن يصدر قرارات حاسمة في هذا الموضوع أن يأخذ المسار السياسي جانب جدي وأن يكون مقبول من الأطراف السياسية التي تمثل الأطراف في ليبيا. مجلس النواب يمثل طرف بكل تأكيد، كذلك المؤتمر الوطني المسيطر على العاصمة يمثل طرف آخر. وعندما يلوح مجلس الأمن بأنه سوف يفرض عقوبات على السادة الذين يعرقلون الحوار، لم يقصد هذا الطرف، هذان الطرفان فقط، ولكن ذهب بمقصده إلى أكثر من ذلك. كل من يعرقل الحوار سواء من كان من أصحاب القوى العسكرية من الطرفين أو من المسارات المختلفة داخل ليبيا، هناك ربما يتضح جليا وواضحا أن هناك مجموعة كبيرة لا تريد لهذا الحوار أن يصل إلى نتيجة، ربما هم بعض. السيد عبد الوهاب، السيد عبد الوهاب يرد عليك البعض أو الطرف المخالف لك ويقول أنتم أضفيتم شرعية على قوة عسكرية تضرب بالطيران وبالدبابات وبالهاوزر وبجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما هم منطقتهم آمنة ومستقرة. سيد الفاضل دعني أكمل الحديث. ذهب المجلس الأمن إلى أبعد من ذلك، لم يكن الإشارة إلى المؤتمر الوطني أو مجلس النواب بشكل صريح وواضح، ولكن هناك من يعرف الحوار حتى من بعض أصحاب رؤوس الأموال داخل ليبيا المستفيدين من حالة الانقسام الموجودة داخل ليبيا الآن. ألستم أنتم سيد عبد الوهاب، حتى نوضح هذه المشكلة، ألستم أنتم أحد أطراف النزاع وأحد أطراف الحوار؟ صحيح، أنا نوضح لك الأبعاد الموجودة وحتى ما ذهب إليه مجلس الأمن، يعني ما هوش المقصود فقط بمؤتمر وطني أو مجلس النواب فقط من يعرقل الحوار، هناك أبعد من ذلك. قلنا هناك قوة عسكرية من الطرفين تحاول عدم وصول إلى، على سبيل المثال، إلى نتيجة لهذا الحوار. هناك قوة اقتصادية ضاربة لا تريد لهذا الحوار أن يصل إلى نتيجة. نعم. أنتم كبرلمان أو كمجلس النواب، ما هي القرارات التي اتخذتموها حيال مستقبل الحوار في ليبيا؟ مجلس النواب بأغلب أعضائه متمسك بالحوار، يحاول أن يصل هذا الحوار إلى نتيجة معينة. أعتقد أن هناك مسودة مقترح مقدم من مجموعة من النواب، قدمه هو نواب منطقة الجنوب، وقع عليه تفعيل نائب يقبلون فيه بتسوية معينة، وهي التمثيل المتساوي لجميع أقاليم ليبيا في الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى بعض الضمانات التي من خلالها تستطيع الحكومة أن تعمل بصورة جيدة من خلال توفير المناخ الأمني المناسب وطريقة التصويت داخل الحكومة التي تكفل لجميع الأقاليم حرية اتخاذ القرار بالصورة الصحيحة التي يمكن أن تكون حل للمشكلة القائمة داخل ليبيا حاليا. نعم، أنتقل بسؤال إلى السيد عز الدين قويرب وهو عضو مجلس نواب. لعلك سيد عز الدين قرأت البيان الذي أصدره مجلس الأمن بأن هناك عقوبات صارمة وسوف تنزل على معرقلي السلام ومهددي الاستقرار في ليبيا، ما تعليقك؟ سابقنا بدون شك تحقيق الحيمة التي تطيب ليكم في كافة مساعدين. البيان كان واضح فيه تهديد للأطراف التي تعطل العملية، وأعتقد بأن المعنيين اليوم بهذا البيان هم شخصيات من جميع الأطراف. نعم، من هذه الأطراف؟ الأطراف الرئيسية، البيان منصب على حث الأطراف الرئيسية بإبداء مرونة أكثر وحثهم على الاقتراع في المنطقة على المخرجات الأخيرة
لعملية الحوار التي استمرت لمدة سنة كاملة. اليوم هنالك أطراف سياسية قد تثبت على تثبت مع بعضها ضمنيا يعني في حالة إكمال هذه المخرجات، سواء كان الأطراف أو الأفراد من داخل مجلس النواب أو من المؤتمر الوطني، أنهم هما المحميان الأولين بهذا البيان. نعم سيد عز الدين، لعلك اطلعت وسمعت عن البيانات التي أو التسريبات التي نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية على مدى مصداقية وحيادية السيد المبعوث الأممي الأمم المتحدة إلى ليبيا ليون. هنا أين قرارات أو موقف البرلمان من هذه التصريحات؟ الحقيقة هذه التصريحات الصحفية لا ما لها وعليها ما عليها، لا يمكن أن يؤثر أو يتأثر به الحوار اللي كان نتيجة جهد ليبي ونتيجة مفاوضات وتعليقات وملاحظات ليبية من جميع الأطراف الليبية. يعني فقط مهمة البعثة هي مهمة تسيير الحوار، ثم إن أخطاء نحن لسنا في جوارب الدفاع عن السيد ليون، لكن هذا مجهود للبعثة الدولية بالكامل. لا يمكن أن 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 نستند على خطأ شخصي للسيد ليون ونتفق على مخرجات الحوار الليبي بالكامل. يعني نعم سيد محمد مرغم، سيد ليون وصف سيد نوري بوسهمين بأنه معرقل للحوار الليبي. نعم، نحن هدفنا من الحوار صناعة سلام حقيقي، والسلام الحقيقي لابد أن تتوازن فيه نتائج الحوار، يتوازن فيه الطرفان حتى لا يبقى أحد خارج المشهد أو متغول على الطرف الثاني. يعني نحن نريد اتفاقا متوازنا تتوازن فيه القوى والمصالح ويحقق الليبيون جميعا، الليبيون الذين يمثلهم المؤتمر الوطني والليبيون الذين يمثلهم مجلس النواب. الآن فيه فريق من الليبيين لا يرى ممثلا له إلا مجلس النواب، وهذه حقيقة يجب أن نقر بها. وهناك فريق من الليبيين يرى أن المؤتمر الوطني العام هو الممثل الشرعي الوحيد له. إذن لابد من التوازن بين هؤلاء الطرفين حتى نحقق مصالح الأطراف التي نمثلها. السيد ليون في التسريبات التي ظهرت كان يحاول إبعاد وإقصاء المؤتمر الوطني، وهذا بيقرره هو في رسالة لأحد شيوخ الإمارات، وقال أن احنا هدفنا إقصاء المؤتمر الوطني، وكان واضح في النصوص أن المؤتمر الوطني. سيد عز الدين يقول أن هذه معلومات صحفية لا قيمة لها. لا هو هذه ليست صحيفة الفجر، يعني الفجر الجديد والله الزحف الأخضر حتى لا تكون لا قيمة لها. هذه أشياء أو صحف لها مصداقية ولها ثقل وتوجه الرأي العام البريطاني والعالمي، ولا تسمح لنفسها بأن تنشر ترهات ويعني أكاذيب لا قيمة لها. ثم مجلس النواب لم يتخذ موقف من هذه التصريحات، وبالتالي لا يعير اهتمام لهذه التصريحات، ونحن نعير لها اهتمام، ونحن طرف، ونحن يعني ظهر من حزب الجبهة الوطنية مثلا بيان أو رسالة إلى الأمين العام تطالبه فيها بإعادة النظر في عملية الحوار نفسها، وقال لابد من إعادة النظر في نتائج الحوار ومخرجات الحوار. الليبيين لابد أن يطمئنوا إلى أن من أشرف على الحوار كان نزيها وكان حياديا ولم يكن منحازا إلى طرف دون طرف. هذا شيء لابد، حتى لو لم يكن منحازا إذا ظهرت عليه شبهات يجب عليه أن يتأخر، ويجب أن يتيح الفرصة إلى طرف آخر يتولى الإشراف أو الوساطة بين الطرفين، وحتى يطمئن الليبيون. أنا أريد الليبيون أن يدخلوا إلى سلام وهم مطمئنون إلى أنهم يحققون سلاما، ولا يدخلون في أحبولة خديعة من الخدع يكتشفون بعدها شيئا آخر غير السلام.
نحن نريد أن نقطع دابر الحرب والشقاق بين الليبيين، وبالتالي الطمأنينة بين الأطراف جميعا هي مسألة أساسية، حتى لو كانت التسريبات غير صحيحة. يعني ما دامني شكيت في الوسيط يجب أن يزاح. إذا ما دامت شكوكي لها أسس ولها يعني أسباب معقولة تثير الشك، هذا كله لابد. يعني نحن لا نريد أن نصنع سلاما هشا، لا نريد أن نصنع سلام على قاعدة متينة يطمئن فيها الليبيون ويقبل فيها الليبيون ويقبلون على بناء دولتهم على أسس من العدالة والنزاهة والحق. نعم. سيد عبد الوهاب، بعد انتهاء مدة ليون وبعث مبعوث جديد، هل المسار أو مسار الحوار في ليبيا سوف يحقق النجاح برعاية أممية؟ طبعا سيدي، أريد أن أوضح جانب معين إلى السادة المشاهدين وضيفك الكريم. أعتقد أن الحوار السياسي في الفترة الماضية كان متوازن إلى حد بعيد جدا. ربما لم يقرأ السادة بعض السادة المفوضة في الاتفاق بصورة صحيحة. طبعا مجلس النواب الذي انتخبه الليبيون وفق قانون انتخاب صحيح، ربما بعض كانت هناك بعض الإشكاليات فيما يتعلق بلجنة فبراير أو شيء من هذا القبيل، ولكن وفق قانون انتخاب صحيح كان وجود مجلس النواب الذي هو معترف به دوليا. الوضع القائم في مسودة الاتفاق. السيد عبد الوهاب، ممكن السيد عبد الوهاب نقطة 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 نقطة، هل ممكن لك أن توضح لنا أو تفسر لنا عملية إحداث توازن في الحوار والحوار لم يكن ذات نتائج مجدية إلى الآن؟ هذا ما أريد أن أصل إليه. توازن في الحوار كان كالآتي: مجلس النواب يمثل السلطة الشرعية للدولة الليبية وكذلك مهام القائد الأعلى. الآن وفق الاتفاق السياسي الذي تم الوصول إليه والذي يرجى من الليبيين التصديق والموافقة عليه، صلاحيات القائد الأعلى ورئاسة الدولة اللي هي صلاحيات التنفيذية جعلت بالكامل للحكومة التي حكومة التوافق الوطني تمثل جميع الأطراف الليبية، مع اقتصار المجلس النواب على الدور التشريعي فقط، وهو دور ضئيل جدا إذا ما نظر إلى ما كان عليه المؤتمر الوطني خلال فترة عمله. بالإضافة أعطى إلى المؤتمر الوطني دور جيد ويعتبر عادل جدا عندما أعطاه مجلس أعلى للدولة من خلاله يمكن المصادقة على مشاريع القوانين الصادرة من الحكومة، بالإضافة إلى إقالة الحكومة التوافق الوطني لابد أن تمر على موافقة الجسمين اللي هو الجسم التشريعي بالنسبة للبرلمان القائم حاليا ومجلس الأعلى للدولة. هذا ما جعل الاتفاق السياسي توازن يكفل لجميع الأطراف مشاركتهم في اتخاذ القرار خلال الفترة المؤقتة القادمة. نعم. وبالنسبة لسؤالك طبعا، إذا وجود المبعوث الأممي الجديد في محل السيد ليون الموجود حاليا، أعتقد أن هذه مؤسسة دولية تعمل وفق آلية معينة لها أبعادها ولها أرشيفها ولها تنظيمها العملي. لا أعتقد أن مثلا الحوار سوف يختلف كثيرا بوجود ليون أو عدم وجود ليون. ربما هو الشخصيات تختلف، ربما السيد ليون كان مجاملا لبعض الأطراف، ربما كان مهادنا في بعض الأحيان، ربما السيد القادم سوف يكون جادا وصارما في الاتفاق السياسي، ربما نقله لفكرة الاتفاق السياسي وما يدور داخل أروقة الاتفاق السياسي الأمم المتحدة ومجلس الأمن سوف يكون أكثر فعالية وأكثر جدية، ربما من خلال المنطلق يمكن أن تفرض أشياء وراء أخرى على الحوار تكون أكثر صلامة وأكثر جدية. أما أن الحوار سوف يتغير ويصير إلى مسار آخر، هذا أمر مستبعد بالنسبة لي. أنا ما أظنش لأن هذه دول تعمل وفق، هذه منظمة الأمم المتحدة منظمة أممية تعمل وفق عمل مؤسسة، يعني ما هوش عمل يخضع لأشخاص أو لأفكار معينة فقط. نعم. انتقل بسؤالي للسيد محمد الذرات وهو عضو مجلس النواب المقاطع. السيد محمد، لعلك اطلعت على قرار مجلس الأمن الذي أبدى فيه قلقه على الأزمة الليبية، وكذلك قال وسوف يسمي وأن هناك عقوبات، وسوف يسمي الشخصيات أو التيارات أو التوجهات التي تقوم بعرقلة السلام في ليبيا. السيد عبد الوهاب زويلة زولية وهو عضو مجلس نواب
في طبرق يقول أن هناك قوات عسكرية وكذلك هناك شخصيات ذات نفوذ مالي تؤثر على المشهد السياسي ككل، كيف تعلق؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد يعني كلام الأمم المتحدة أو قرار الأمم المتحدة لا أعتقد له قيمة كبيرة يعني في 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 هذا الوقت تحديدا، ولكن هي نوع من محاولة للمشي للأمام أو الهروب للأمام. عندما يتكلم على معرقلين الحوار الآن بعد هذه التسريبات وهذه الفضائح، أكبر المعرقلين هو اليوم في حد ذاته، هو من عرقل الحوار، هو من أفسد المشهد بالكامل، هو من أفسد هذا الحوار اللي تعلقت به أمال الليبيين واعتقدوا أنه يمكن أن يكون هناك حل، وهذا الحل ترعاه الأمم المتحدة. فموضوع العقوبات وموضوع المعرقلين، لا أتصور أن ما حدث الآن له علاقة بالمعرقلين، بل هو له علاقة بالتسريبات التي خرجت من الجارديان التي يعني. سيد محمد، عفوا سيد محمد، ممكن لك أن توضح وتشرح لنا معنى أن قرار الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لا قيمة له؟ لا قيمة له، ليس له منطق عندما يتكلم على عقوبات لمعرقلين الحوار. الحوار لم يعرقله أحد، من عرقل الحوار؟ كيف عرقل الحوار؟ عندما يقول هو سنعاقب من عرقل الحوار، يجب أن يوضح كيف عرقل الحوار. الحوار كان ماشي بطريقة معينة يقودها إليون، كان يضع المسودات. أعتقد كل أطراف الحوار وخاصة الطرف يعني المؤتمر والمستقلين التابعين لتيار فجر ليبيا إن صحت التسمية وإن كان فيها نظر، يعني ما قال كل ما قاله إليون وافقوه عليه، لم يعترضوا إلا على أشياء قليلة جدا. الآن يأتي ويقول معرقلين الحوار، من أفسد الحوار؟ هي الأمم المتحدة، هي بعثة الأمم المتحدة في حد ذاتها، وذلك نتيجة لعمل إليون. اتضح يعني إليون لم تنتهي مدته بعد، هو سيسلم في شهر ديسمبر، وهو أعلن عن أنه موظف مع الإمارات التي قصفت ليبيا في مرحلة ما، يعني على مرحلتين. فهذا الأمر غير منطقي وغير، أنا أتصور أنه مجرد يعني تصريح أو محاولة للتغطية على ما فعله إليون، لكن على الواقع لن يستطيعوا. أنت كيف تعاقب؟ بعدين العقوبات لا تكون على مؤسسات، يعني عادة تكون على أفراد، هذه العقوبات الدولية في مثل هذه الأمور. يعني وحتى لو يعني أقامت بعض العقوبات على بعض الأشخاص، لا تصور أن له أي تأثير. ابقى معنا سيد محمد على أن هذا الحوار فشل. نعم، يعني ابقى معنا سيد محمد. أنتقل بسؤال للسيد عز الدين. سيد عز الدين، ما هو الدور المتوقع من المبعوث الجديد للأمم المتحدة؟ هل سوف يكمل مسيرة ليون أم أنه سوف يبدأ بداية جديدة؟ بالتأكيد المتوقع من المبعوث الجديد هو أن يكمل من نفس النقطة التي انتهى إليها المبعوث السابق، لأن هذا جهد البعثة الدولية وليس جهد ينسب لأشخاص أو موظفين. ممكن أن نشهد تغيير موظفين، ولكن لا يمكن أن يتقبل المجتمع الليبي ولا حتى هذا نهج وسلوك الأمم المتحدة بأنها تعود من نقطة الصفر، يعني بمجرد أن تغير موظف لسبب أو لآخر أو انتهت مهمته. أو رغم سيد عز الدين، نعم سيد عز الدين، رغم التشكيكات ورغم الاتهامات التي وجهت لعمل الأمم المتحدة وعلى رأسها السيد ليون، ورغم الاتهامات العديدة التي وجهت إلى الأمم المتحدة بأنها ليست ذات مساعي حميدة لحل الأزمة في ليبيا، تقول بأن هذا الرجل سوف يكمل هذه المسيرة ويحقق نتائج مرجوة. هذه التشكيكات يطلقها نحن نعرفهم جيدا، وربما أحدهم هذا السيد الجالس أمامك الآن. هؤلاء الأشخاص ضد الحكومة من البداية، ويبحثون عن أي أو أي عن 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 أي موقف أو قصة أو حادثة يتشبثوا فيها، ودوافعهم ضد البداية. السيد محمد مرغم وللأسف يتفق مع كثير من المتطرفين حتى داخل مجلس النواب. هؤلاء الأشخاص
لم يرفضوا طيلة جولات الحوار السابقة حتى مواقف رافضة للحوار الأممي. المجهود الذي بذل السيد ديون هو كان فيه مجرد وسيط أو مجرد مسير أو راعي. إرادة المؤتمر الوطني وإرادة مجلس النواب كانت حاضرة في كل الجلسات وفي كل المسودات. حتى لو ارتكب السيد ليون خطأ هذا لا يعني أنه سلب إرادة وفد الحوار المفاوض عن المؤتمر أو عن مجلس النواب. هذا كلام غير مقبول يا أخي، أن 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 تمسك في خطأ أو في فضيحة قام بها موظف في الأمم المتحدة لتمسك بها جهود عمل الليبيين على طيلة سنة كاملة، هذا غير مقبول. قولوها صراحة، قولوا نحن ضد الحوار من الأول ونبحث عن أي شيء نتمسك به لمسح هذه المخرجات. نعم سيد محمد مرغم، سيد ليون كان مجرد وسيط على رأي السيد عز الدين، وأنتم متشبثون ببعض المواقف التي ليس لها معنى. نحن متشبثون بمواقف أساسية دونها لا نستطيع أن نوقع على اتفاق. نحن نريد السلام ليس كما، لكن الذين يريدون الحرب هم الذين يتشبثون بمجرم الحرب حفتر، الذين نصبوا قائدا عاما لما يسمونه جيش ليبي وهو متهم في عملية انقلاب على العملية الدستورية. لو نجح في انقلاب السيد حفتر ما كان السيد قويري بيكون عضو في مجلس النواب أصلا. يوم ما أعلن انقلابه السيد حفتر في قناة العربية، هل كان لو نجح هذا الانقلاب في السيطرة على السلطة وحل المؤتمر الوطني وأوجب وجمد العمل بالدستور بالإعلان الدستوري، هل كان يستطيع قويرب أو غير قويرب أو أي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يكونوا في مجلس النواب أصلا؟ هذا الكلام الذي لا معنى له. ثم يذهبون إليه، يذهبون إلى الانقلابيين. نحن مجلس النواب لأن نحترمه لأن فريق من الليبيين مصر على أنه ممثل له، أما هو من الناحية القانونية والدستورية فهو باطل وغير موجود أصلا، ونحن نجلس معه لأن رغبة في حقن الدماء. لكن عندما تأتيني برجل انقلابي يقود المشهد ويريد أن يقضي على الليبيين ويقضي على الثوار في بنغازي ودمر نصف بنغازي وهجر ثلث سكانها، الآن كيف تستطيع أن تقول أنني أريد أن أصنع سلام؟ السلام لا بد أن يبنى على أسس حقيقية وأن يبعد المجرمون الملوث أيديهم بدماء الليبيين، يجب أن يبعدوا عن مراكز اتخاذ القرار. ليس في المسودة ما يضمن إبعاد حفتر، بل أن ليون في مشي للقاهرة وقال حفتر جزء من المشهد وجزء من الحل الليبي. هذه مسألة أساسية، نحن ندافع عن القانون وندافع عن الدستور وندافع عن الإعلان الدستوري الذي أوصلهم إلى 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 انتخابات ومجلس النواب. أما أنت عبارات مجلس الأمن في البيان الصحفي، على كل إن هو البيان الصحفي بيان صحفي، اسمه بيان صحفي ليس قرارا ملزما يعني، لكن مع ذلك أشار إلى أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لعملية تشمل الجميع وتشرك تستمع إلى الليبيين من جميع مجتمعات وأجزاء البلاد. أعرب عن قلقهم أعضاء المجلس إزاء الأنشطة التي قد تضر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية. من الذي صنع مصرف مركزي هناك؟ ومن الذي أنشأ مؤسسة نفط هناك؟ الذين هم الذين يضرون بسلامة ووحدة المؤسسات المالية، والمجلس الأمن يعرب عن قلقه. هذه المواقف هي التي تعرقل السلام وتقف حجر عثرة أمام إنجاز اتفاق سياسي متوازن بين الليبيين. نعم، إذن المسار الحواري سوف يستمر برعاية أممية. نحن مستعدين للحوار برعاية أممية، برعاية محلية، بأي رعاية، المهم من نصل الحوار الذي أشرف عليه ليون. متى بدأ هو الحوار؟ نحن نعتبر الحوار لم يبدأ بعد، لم يجلس الليبيون وجها لوجه في قاعة واحدة ويبثون همومهم لبعضهم. إلى الآن سيد محمد مرغم لم نسمع أو نرى موقفا حاسما من قبل المؤتمر الوطني العام من المسودة الأخيرة وكذلك الحكومة. المسودة الأخيرة عندنا عليها تعديلات وتحفظات لم يقبل بها ليون،
واليون قاعد اليون اصلا هو ليس له موقف ثابت. اليون لم ما تقدرش تمسكه انت. اليون اليوم يقول حفتر خارج المشهد، يوم ثاني يقول حفتر داخل المشهد، غضوه يقول النواب الحكومه متكونه او مجلس الرئاسه متكون من 5 رئيس ونائبين لهم حق الفيتو، بعدين يغير ويقول 5. يعني صار الاتفاق هو ما زال يعني قيد التشكل، لم يتخلق حوار ثابت له شكل معين وله ملامح محددة ونقوله هذا نهائي. قاعد اليوم يغير فيه، ومن اللي يسمح لليوم بتغييره؟ هل جلس هو، هل جلسوا فرقاء الحوار الليبي وقالوا احنا نبغى نعيد تشكيل الحكومة من 9 نواب، من 9 وزراء؟ نعم. او نواب؟ نعم. انتقل الى السيد محمد ذرات. سيد محمد، هناك جلسات كانت مقرره في كل من المؤتمر الوطني العام وكذلك طبرق، لما هذا التردد وعدم اتخاذ مواقف حاسمه وصارمه وواضحه من الاتفاق السياسي والحكومه؟ نعم، يبدو ان الخط انفصل. انتقل بالسيد عز الدين. تكلم السيد محمد مرغم وقال نحن نطالب بحق الدماء وجلسنا معكم من أجل مفاوضات سياسية للوصول إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف، بينما أنتم طرف داعم لقوة عسكرية تدمر وتقتل. سيدي الكريم، سيد محمد قال من وجهة نظره بأن الحوار لم يبدأ بعد. إذا أنا لا أعرف حتى مدى جدوى الحوار معه عن 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 أو الحديث معه عن عن مخرجات الحوار التي بين أيدينا الآن. أعتقد وبشكل صريح أن نعم، انقطع الخط مع السيد عز الدين. هنا سيد محمد، الجلسات التي كانت مقررة في المؤتمر وكذلك طبرق، برلمان طبرق، في اتخاذ من الاتفاق السياسي وكذلك المسودة، لما عدم وضوح المواقف سواء كان منكم أنتم كمؤتمر وكذلك من برلمان طبرق؟ نحن لدينا تعديلات عرضت على السيد ليون ولم يقبل بها ولم يدخلها، ويوم يدخل جزء من التعديلات وغضوة يدخل جزء آخر ويسحب الجزء الذي أدخله في المرة الأولى. نحن اليوم لا نشك في نزاهته ونشك في حياديته من اليوم الأول، والآن تأكد لدينا أنه ليس طرفا محايدا، وننتظر أن يأتي مندوب آخر للأمين العام للأمم المتحدة يكمل مسيرة الحوار ويبدأ حوار حقيقي بين الأطراف، يجلس فيه الأطراف وجها لوجه ويشكون همومهم ويعرضون مشاكل الشعب الليبي. الآن الشعب الليبي يعاني من حالة الانقسام وحالة التشظي في 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 المجتمع الليبي. نعم. ولابد من نهاية. سيد محمد سوف نكمل معك، لكن أسأل السيد محمد الذرات، هناك كانت جلسات سيد محمد مقررة في كل من المؤتمر الوطني والبرلمان بتحديد الموقف من المسودة الأخيرة وكذلك الحكومة، لما هذا التردد وعدم اتخاذ موقف حاسم وواضح من كل الطرفين؟ أعتقد يعني موضوع الجلسات أو موضوع لماذا لم يتخذ القرار، أنا أتفهم موقف المؤتمر الوطني، كان هناك إشكاليات حقيقة حتى قبل الفضيحة المسوية خاصة بتسريبات الجارديان، كان هناك إشكالية كبيرة جدا في موضوع المسودة. اليوم قفز من المسودة ودخل للحكومة قبل أن يتم الاتفاق التام على هذه المسودة وعلى التعديلات التي كان يعد بها شفويا ولا ينفذها على الواقع. فهذا الأمر حصل ربكة حتى عند أعضاء المؤتمر، فأصبح هناك من يقول يعني إذا لم ندخل في موضوع الحكومة يفوتنا القطار، ويعتقد بأن الأمم المتحدة تستطيع أن تفرض شيئا بدون موافقة المؤتمر. وهناك كان طرف قوي وهو الأكثر في المؤتمر الوطني يتكلم بأنه كيف نحن ندخل في موضوع الحكومة وتسمية الحكومة ونحن لم نتفق على الأساس التي تتم عليه هذه الحكومة. نحن نتذكر جيدا عندما أعلن اليون أسماء الحكومة التي شكلها يعني بالتزامن معها ألغى حق الفيتو التي كان يعتبر
نوعا ما صمام امان في هذه يعني في هذه المسوده بدون ان يرجع لاي طرف كان، واضاف نائبا ثالثا، فهو كان دائما يخلط الاوراق بشكل يعني يربك الجميع. فحتى قرار الجلسات لا يلام عليه في الواقع المؤتمر الوطني والبرلمان، لان اذا اجتمعوا حقيقه وخاصة المؤتمر كان سيكون يعني رفض الحكومة ورفض المسودة، وهذا مما جعلهم يترددون قليلا لعل يحدث بعض يعني الإصلاحات أو تغيير الاتجاه حتى يكون الأمر متوازن. ولكن ما فعله اليوم حقيقة أفسد كل شيء، يعني أفسد حتى يعني الناس الآن كلها صدمت، يعني أصيبت بخيبة أمل. نعم، وضحت الفكرة سيد محمد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. سيد عبد الوهاب، أين موقفكم أنتم كأعضاء برلمان؟ أين موقفكم من المسودة الأخيرة وكذلك الحكومة؟ سيد الفاضل، البرلمان طبعا هناك آراء مختلفة ومتعددة، ولكن في الآونة الأخيرة تم التوقيع على مقترح مقدم من حوالي 90 نائب يمثلوا أغلب مناطق ليبيا، يطالبوا فيه على أن تكون هناك حكومة وثاق وطني تمثل توزع فيها المناصب بوفق التساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، بالإضافة إلى طبعا النقطة اللي كان يتكلم عنها الأخ الزميل اللي هي آلية اتخاذ القرار. طلبوا أن تكون آلية اتخاذ القرار بالإجماع داخل رئاسة الحكومة فيما يخص المناصب القيادية للدولة، بالإضافة للقرارات التي تترتب عليها أمور استراتيجية للدولة لعدة سنوات. أما هناك مجموعة ترفض الحوار شكلا ومضمونا ولم تكن مع الحوار نهائيا، ولكن هم عددهم ليس بالعدد الكثير. نحاول خلال الفترة الأخيرة داخل مجلس هناك سيد عبد الوهاب هناك اتهامات إلى أن هذه الفئة القليلة هي الأكثر صوتا والأكثر تأثيرا. سيد الفاضل، يجب أن تتضح الصورة فيما يخص الحوار والاتفاق السياسي. خلال الفترة الماضية من حوالي سنة أو يزيد كان دايداً مجلس النواب أن عمليات تتخذ بالتصويت، ولكن لا نلجأ للتصويت عندما لا يكون هناك وفاق. أما الآن نحاول إيجاد صيغة مشتركة داخل مجلس النواب لقبول هذه الحكومة تمثل فيها جميع الأطراف تمثيل متساوي، تكون هناك آليات وضمانات لجميع الأطراف ليس إلا، ولكن إذا وصل الأمر إلى أنه سوف يتم تصويت على مقترح معين، سوف يصوت مجلس النواب على هذه المقترحات المقدمة، وسوف يرضى الآخرين بنتيجة التصويت، وهذه هي الديمقراطية في نهاية الأمر. نعم، شكرا جزيلا لك السيد عبد الوهاب. انتقل بسؤال أخير، كيف ترى مستقبل الحوار في ليبيا سيد محمد؟ والله أنا أرى من تجاربنا مع الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة فشلت في قرار السلام في كل الملفات التي تخص العالم العربي والإسلامي، بداية من قضية فلسطين إلى اليمن إلى سوريا إلى العراق، لم تفلح الأمم المتحدة في أي مسألة من المسائل. لكن مع ذلك نحن لابد أن نوصل الكذاب إلى تبدير سلام، تعال نديروا سلام، نوصل الكذاب إلى فم الباب زي ما يقولوا، تعال نديروا سلام. لكن هذا السلام اللي نبوحني، هذا السلام المتوازن الذي الحل في رأيي وقلته في مناسبة سابقة، أن نلتفت إلى التجربة التونسية. التجربة التونسية كان فيها حوار تونسي بإشراف تونسي. نحن ندعو إخواننا في البرلمان إلى الجلوس معنا تحت إشراف أي طرف ليبي محايد لم يشارك في الصراع. وأنا اقترحت في مناسبة سابقة الأمازيغ، لأن الأمازيغ لم يشاركوا في الصراع المسلح ولم يشاركوا في انتخابات البرلمان ولم يشاركوا في انتخابات الهيئة التأسيسية، ويعتبروا أنفسهم خارجين عن العملية السياسية منذ فترة طويلة. أنا أراهم طرفا يمكن أن يجلس بين الليبيين ويوفق بين، ولهم مصلحة في قرار السلام في ليبيا. الأجنبي ربما لا تكون له مصلحة في قرار السلام. أخوتنا الأمازيغ لهم مصلحة في أن تستقر البلاد، وبالتالي سيكونون عونا لجميع الليبيين على قرار سلام والوصول إلى اتفاق. أما إذا أراد نحن إذا دعينا إلى حوار في الأمم المتحدة سنلبي الدعوة ونطلب يعني متطلباتنا وشروطنا وما نراه لازما
لإقرار السلام في ليبيا. نعم، شكرا لك جزيلا سيد محمد. لا يسعنا مشاهدينا الكرام إلا أن أشكر ضيوفي السيد محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام، وكذلك السيد عبد الوهاب زولية عضو مجلس النواب كان معنا عبر الهاتف، وكذلك عز الدين غويبر عضو مجلس النواب. هذا كان في الجزء الثالث. كما أشكر كذلك في الجزء الثاني في الاستوديو ضيفي الدكتور سالم كشلاف عضو هيئة صياغة الدستور، وكذلك كان معنا عبر الهاتف السيد محمد الصاري عضو هيئة صياغة الدستور، وكذلك محمد لاغا عضو هيئة صياغة الدستور، وكان كذلك معنا في الجزء الأول السيد شرف الدين الرطب رئيس لجنة متابعة الرفع الدعم السلعي والمحروقات بالدعم النقدي، وكذلك الدكتور نوري بريون مصرفي سابق وخبير اقتصادي. والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لنا، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم. قلب ليبيا هو اللي في قلب هذه الهيئة.